مرحبا دكتور يونس حليم رئيس جمعية أصدقاء مستشفى محمد الخامس. نحضر اليوم هذا اليوم حفل اختتام برنامج أوراش في نسخته الثانية تحت عنوان هذا البرنامج الذي كان تحت عنوان دعم مستشفى محمد الخامس بممرضين ومساعدي ممرضين وتقنيين وتقنية الصيانة. هذا الورش دام 4 أشهر، استفاد منه عدد المستفيدين كان 80 شخصا، 80 مستفيد، تم الحمد لله على أحسن وجه. اكتسبوا فيه خبرة، اكتسب فيه المستفيدون خبرة مهنية وشخصية واستفادوا ماديا. إذا احنا هنا باش نحتفلوا بهؤلاء المستفيدين، وقمنا بهذا الحفل لكي نقدم لهم نصائح ستهمهم. نعم، هاد الأوراش جت في وقتها المناسب، لأن هناك أبواب كثيرة لأبواب ستفتح، أبواب في وجوههم، أبواب الشغل، أبواب التشغيل. هناك مصحات ستفتح قريبا في مدينة أسفي، وهناك مصحات كاينة موجودة. إذا أبواب الشغل وفرص الشغل متاحة، وهما الحل الآن في هذه 4 أشهر وقبل هذه 4 أشهر. استفدوا من تجربة ومن خبرة في الميدان الصحي، إذن سيستفيدون وسيفيدون الإقليم، وهذا فرصة يجب اغتنامها بالنسبة لهذ المستفيدين. إذن كنشكر المديرية الجهوية للصحة ووكالة لانابيك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي تعاونوا معنا. كنشكروا السيد العامل الصاهر على تنفيذ برنامج أوراش، وكنشكروا صاحب جلالة الملك محمد السادس صاحب برنامج أوراش. والسلام عليكم. شكرا. كلمة للإفتتاح اليوم بنوجه الشكر للسيد العامل السيد حسين شيلان اللي ديما عنده دعم القطاع الاجتماعي في الصحة والتعليم. بالنسبة لهذا الورش هذا، ربما الدكتور حليم شرح الأهمية ديالو بالنسبة للقطاع عندنا، وهذه هي الكلمة اللي بغيت نقول. تنشكرو بزاف وتنتمنى إن شاء الله ديما الدعم ديالو، وشكرا. أول الجمعية أشكر الطاقات الشابة ونتمنى لها التوفيق. هذه ما هي إلا بداية، ونبقى زاد في السيفي ديال كل واحد. كنشكركم كاملين على المجهود اللي درتو، ونتمنى لكم التوفيق فيما يسمى بالزاف. السلام عليكم، تحية وتقدير للحضور الكريم. ما عنديش مع الشدة ديال الميكروفون، ما عنديش مع الهضرة، يعني مع الخدمة. أنا حاجة وحدة قررت اليوم أنني نتكلم، لأن صراحة قد ما أنا فرحانة بهذه الحفل، قد ما كنحس شي حاجة أنني غادي نفقد واحد المجموعة ديال الشباب تبارك الله، منهم اللي بغوا كاردي، منهم التقنيين، منهم المبرمجين. توليداتي هما كنقولها ولا غنبقى دائما أنا الأم ديالكم. كنتعامل معاكم على أساس كنتعامل مع واحد قريتي. كنتمنى لكم التوفيق، كنتمنى لكم مسيرة إن شاء الله تكون كيف ما تمنيتوا. الله يسر أمركم، الله يسهل عليكم، وحنا دائما أبوابنا مفتوحة لكم، وكنتمنى ربي يلاقيكم مع شي ناس أحسن منا. السلام عليكم. شكر خاص للدكتور حليم حتى هو، حيت قدموا لينا هذه المشاركه هذه وفتحوا لينا هذا الباب. أبنت عليه من حسن أخلاق نبيلة لإنجاح هذا النسخة الثانية من برنامج أوراش، لما كان له من صدى في مدينة أسد، وشكرا جزيلا لكم جميعا. لا يمكن
السلام عليكم، معكم إلهام سلماني ممرضة في مع جمعية أوراش بمستشفى محمد الخامس. اليوم أنا سعيدة بهذا التكريم، سعيدة بزاف. كنشكر جزيل الشكر الدكتور حليم ومدام ليلى الشملالي وجميع الأطر اللي كانوا ساهرين على هذا التتويج اللي في حقنا، وكنتمنى يا رب هاد تكون فاتحة خير لمستقبلنا ونكونوا ديما القدام. وانا فرحانه وهذا الشيء اللي كاين. بالنسبه لك انت كممرضه فاش فادك هذا التكوين هذا الاول؟ الصراحه زاد يعني زدت من القدره ديالي في ميدان التمريض وتعلمت بزاف وزدت تعلمت اكثر واكثر، عرفت بزاف ديال الحوايج ما كنتش عارفاها في التدريب العادي، وزاد عطاني قوه وغنتمنى ان شاء الله يفيدني هذا الشيء في المستقبل ديالي. ماشي محاباه، اما الجمعيه راه الصيت ديالها سابق اسفي كامل، لا ليلى لا سي حليم حضورنا راه الا دعم دائما الناس اللي هما اوفياء هذا الاقليم. شكرا.